السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا اليوم بغينا ندير معكم واحد كريمة باستيليرا، بغينا نعمرو بها شي كانولينيز. راجع جينا صوبتها، العجينة راني صوبتها، راني ما شاركتهاش معكم، راه سهلة الخدمة ديالها. ان شاء الله مرة اخرى غادي نشاركها معكم، لان العجينه ديالها راه ما فيها حتى شي حاجه. المره اللي دازت عجنت فيها البودره ديال الشوكولات ولا كاكاو المر ولا كاكاو الحلو. انا هذه بغيت درتها بيضه ودرتها عاديه بحال العجينه باش درنا ديك النهار المره اللي دازت، باش درنا بهم دوك شوسون باناديات شوسون. راه العجينه ديالها انا قلت غادي نجرب هذه، عجبتني تجي هكذا في هذه البواقع هكذا كاع دايره، قلت غادي نجرب هذه غادي نشوفوها نتوما تشوفوا كيفاش جات احسن من الاخرى على الف الخطره، باش الواحد ما يعتمدش على هذيك. راه واخا دير فيها الشوكولات ما يديرش فيها الزبده، ما انا ما درتش فيها الزبده. المهم الطريقه باش درت انا هذا العجينه هذه باش صوبتها الكانولونيش، غادي ترجعوا للفيديو اللي داز، غير الطريقه باش سرحتها وباش قطعتها وعلى من لويتها باش خرجوا هكذا، باش خرجوا هكذا مثقوبين. واحد يقدر يديرهم على القصب، يقدر يديرهم على هذوك اللي تيتباعوا، راه موجودين في المحلات اللي تبيع المواد الحلويات في المغرب، وحتى هنا كاينين موجودين في الحوانت ديال تشينوس. انا شريتهم من الحوانت ديال تشينوس، سوا دابا درتهم صغار شويه. شنو بدلت لهم؟ علاش كانوا تيجيو كبار؟ قبضتهم زيرتهم شويه، هذوك التوبويات زيرتهم باش تجمعوا شويه، علاش هما مفتوحين دايرين بحال هذه، ما حد نتوما تتزيروهم وما تيتبلعوا. العجينه اللي درت في هذا درت فيه 250 غرام ديال الدقيق، وهي ربعه ديال الدقيق الابيض، درت فيه واحد القبيصه ديال الملح، وواحد المعلقه واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، ودرت فيه واحد المعلقه ديال الزيت، واحد المعلقه ديال الكسكسو ديال الزيت، وهي هذه درتو انا بحال المعلقه ديال الزيت، الزيت العاديه زيت المائده، ماشي ديال ماشي زيت العود ولا شي حاجه، لان قليتهم في الزيت، قريتهم في الزيت نباتيه. المهم ربعه ديال الدقيق، ملعقه ديال الزيت، وملعقه ديال صغيره ديال السكر باش تنحركوا الشاي، سكر حبيبات ولا سكر سنيده، ودرت فيها واحد شويه ديال الملحه، ودرت فيها واحد المعلقه صغيره عاوتاني ديال الخل الابيض، وجمعت العجينه عاديه بحال شويه، ماشي بحال ديال المسمن، هي شويه قزحه على ديال المسمن، وخليتها ارتاحت. سرحتها قطعتها دوائر بواحد المول عندي مدور راكم شفتوه، ولويتها على هذوك الطوبويات ديال تشابا، وقليتهم في الزيت. انا ما خليتهمش تقلاو في الزيت كاملين، غير شدوا شويه راسهم بداو تيتحمروا، حيدتهم وقبضت حيدت منهم هذوك الطوبويات ورجعتهم تحمروا مزيان باش خرجوا في هذا الكولور هذا. المهم دابا غادي ندوزو نعمروا ان شاء الله مره اخرى، غادي نشاركهم معكم باش غادي ندير هذا الكانولينيس بعدا شي حشوه اخرى. دابا غادي نشارك معكم سوا كريمه باستيليرا باش غادي نعمرهم. المقادير ندوزو نشوفو المقادير. عندي كريمه هنايا باش نصاوب كريمه باستيليرا، عندي نص سيترو ديال الحليب، نص سيترو ديال الحليب، الكريم شانتي عندي واحد الكريم ديال الشانتي ديال 200 مليلتر، الكريمات الخفق اللي تنطلعوهم ها هي 200 مللتر وهي 200 مللتر ديال كريمه الخفق، وعندي معها واحد الملعقه هذه الكبيره باش هذه باش عبرت ديال السكر، هذه غادي نخليهم تنطلعهم بوحدهم. عندي هنا السيترو ديال الحليب، عندي القشره ديال الليمون وهي الحامض قشره الليمون، وعندي شي عويدات ديال القرفه راني غسلتهم ودرتهم هنا، غادي نديرهم في الطنجره. عندي هنا 40 غرام ديال مايزينا وهي النشا، نشا الذره مايزينا. عندي هنا 4 صفار البيض، 4 صفار بيض، وعندي هنا 40 غرام ديال السكر حبيبات، وهي راني عبرتهم جوج معالق ديال السكر، وعندي هنا جوج معالق ديال مايزينا عامرين مزيان، وبالغرام 40 غرام 40 غرام. عندي نص سيترو ديال الحليب، غادي ندوزو نديروه في الطنجره ولا في كاسرولا ولا فاش ما بغيتو ديروه ديروه. غادي نصبو هذاك الحليب، غادي نخليه واحد شويه فاش غادي نرونو، فاش غادي نخلطو هذاك البيض وهذاك
غادي نخليو هنا واحد المقدار، المهم واحد المقدار، فاش غادي حتى ما نص كاس ولا هكاك. غادي فاش غادي نخلطو هالمكونات هادو. المهم غادي نخوي الحليب، غادي نزيد عليها العويدات ديال القرفة وهذا الليمون باش غادي يطلقوا فيه النسمة، وهذا القشر ديال الحامض اللي ماشي البرتقال، القشرة ديال الحامض غادي نشعلو عليه يغلى، غادي نخليه يسخن. فاش نشوفوه جا رافد بدا تيغلي، نحيدو منو هذيك العويدة ديال القرفة وهذاك القشرة ديال الحامض. غادي ندوزو نخلطو هذا الحليب اللي خويته هنا، غادي نخوي عليه هذيك المايزينا، نخوي عليه ديك 40 غرام ديال المايزينا. المهم الا بغيتو ديرو 45 غرام كاع 45 غرام، المهم هي خصها تجي قاسحه شويه في الطياب، خصني نطيبها مزيان حتى تقسح شويه مزيان، لان غادي نخفق كريمه الخفق. من بعد فاش غادي نوجدها نخليها حتى تبرد، وغادي نزيد عليها كريمه الخفق تكون طالعه نطرحها من بعد ما نخفقها، وغادي نضيف عليها هذيك الكريم شانتي ونخلطها غير بشويه. دابا هذا الخليط هذا غادي نوجدو، فاش غادي يسخن لي الحليب، فاش غادي يغلى الحليب نحيد منه هذيك دوك العويدات ديال القرفه وديك القشره ديال الليمون الحامض، وغادي نضيفها عليه ونبدا نخلط نخلطهم. دابا هذا الخليط هذا غادي نوجدو غير نخلطو بحال هكا ونخليه حتى يسخن لي الحليب، حتى يغلى لي الحليب. نخفقو مزيان باش ميبقاش فيه هذوك الكويرات ديال المايزينا. دابا ملي خفقناه مزيان نخليوه. فاش غادي يوجد لنا الحليب غادي نخلطوه معاه. دابا هاد الحليب راه غلا، هو وجد، راه حتى خليته حتى بدا بغا يفير غادي نحيد منه دوك العويدات ديال القرفة وهذيك القشرة ديال الحامض ولا ديال الليمون، قشر الليمون ماشي البرتقال، ولا بغينا واحد يدير قشر البرتقال يدير قشر البرتقال ديال الحامض. نحيد منه هذوك القشرة لان بغينا غير يطلق فيه النسمة. باش العويد ما فينش درت ثلاثة. المهم دابا ندوزو غادي نصبو فيه داك الخليط اللي درنا على نار هادئة، راه نشعللو البوطة غير شوية مع التحريك، نضيفولو هاد الخلطة اللي درنا، ما نحبسوش من التحريك لان باش ما يلصقناش لتحت. نبقاو نخلطو حتى يوجد لنا الكريمه ديالنا. كنت شويه تندرك لكم بيدي دابا ملي لحسنا من الخلط غادي يتراكم هذيك مايزينا لتحت وغادي تحرق.
خاصها تجي قاصحة شوية. المهم المرة الأولى فاش غادي تجربوها إلا سوتوها جات بحال متلوقة شوية، لأن غادي خاصها تجي قاصحة شوية باش غادي نديرو فيها الكريم الخفق كريم شانتي. فاش كنطلعو كريم شانتي ونديروها فيها بحال تتولي متلوقة شوية، إلا عمرنا بها هذوك الكانولينش تتبقى تسيح، تتبقى تخرج منهم، خاصها تكون قاصحة. دابا راه بدات تعقد، ملي نسيبوها عقد نخليوها تزيد شويه طيب مزيان على، وحنا تنخفقوا هكذا باش تعقد مزيان. نتوما تتحكموا في العقده بحال هكذا باش تعقد. نقصوا لها النار وخدموها هكذا مزيان وخليها تعقد مزيان. ما تزربوش عليها، ما تخافوش مع التحريك، ما غاديش تنحرق، لان مره اخرى درتها وخليتها جاريه شويه فاش طلعت كريم شانتي ودرتها فيها جاتني مطلوقه، فاش عمرت بها بقات تسيح، بقات تخرج لي مكانولينيش. ما تخافوش منها مع التحريك، راه ما غاديش تنحرق. ونقصوا لها البوطه حتى للطرف، نقصوا لها العافيه حتى للطرف ولا النار. فاش تبرد تزيد تقساح. انا مخلي لها النار مهيله، هانتوما تتشوفوا انا بغيتها تكون قاسحه شويه، علاش ملي تتبرد تزيد تقساح، باش ملي ندير فيها كريم شانتي ولا كريمه الخفق اللي نطل نخفقها ونزيدها فيها ما تجينيش مطلوقه بزاف. دابا نحيدو عليها النار، راها قاصحه بما فيه الكفايه. غادي نشوفو واحد الطبسيل وغادي نصبوها فيها وهي سخونه باش غادي تبرد، حتى باش نحيدوها من الطنجره بسرعه. دابا غادي نصبوها في واحد الطنجره بحال هكذا ولا في واحد الطبسيل. انت تشوف ما لصقت ما تحرقت ما حتى شي حاجه لتحت، شوفوا القاع، لانها الشويه اللي تيبان لكم هنايا كحل راه فاش غليت الحليب تلهيت شويه، مشيت تنقلب على شي حاجه وخليت الحليب تيغلى مع هاد الطنجره خفيفه عندها، واخا عندها القاع غليظ، عندها السمك ديال القاع غليظ، ولكن تاني من هنا خفيفه، الا كانت النار طالعه شويه حتى لهنا حرقت شويه. دابا هي سخونه، نجيبو السلوفان ونغطيوها باش ما غاديش دير لنا القشره. نجيبو السلوفان ونغطيوها، ولكن تاني خصنا ننزلوه فوق منها بحال هكذا باش ما غادي ديرلناش بواحد القشره، فاش تنشف تدير واحد القشره. صافي دابا غادي نخليوها واحد تتبرد مزيان، تبرد تماما، وغادي ندخلوها للبراد ولا الثلاجه ولا النبيره، كل واحد كيفاش تيبولها.
ومن بعد نطلعوا كريم شانتي ونزيدوا نضيفوها عليها. عندنا الكريمه ديالنا اللي وجدنا معاكم راها بردت، غادي نطلعوا كريم شانتي، غادي نخفقوها مع ديك الملعقه ديال السكر ولا ديك 20 غرام ديال السكر. بسم الله. انا بغيت نديرها غير في هذا، علاش غير حاجه قليله، بغيت نديرها غير في هذا باش ما بحال تجي هذيك هي. نضيفوا عليه هذاك 20 غرام ديال السكر اللي درنا فيها اللي نديرو فيها، وغادي ندوزو نخفقوها. لأن إلا زدنا ضربناها أكثر غادي تولي لنا زبدة. ندوزو دابا عند هذا كريم باتيسري اللي وجدنا معاكم، نصوصوها هنا هانتوما تشوفوا راه ساحت كيفاش ترجع. دابا خصنا ندوزو نمعكوها بحال هكذا باش غادي نخلطو معاها كريم شانتي. انتم تشوفوا راني دخلت في هذيك الكريم شانتي ولا كريمه الخفق، انا ما دخلتهاش كامله، خليت واحد الشويه، راه بقى لي واحد الشويه هنا عاد، ما بغيتش ندخلها كامله لان الا دخلتها كامله غادي تجيني مطلوقه شويه، بحال غادي تجي شويه جاريه. دابا غادي نشوفوا واحد تجيب حلواني.
تعمريها كامله وتخليها ما تبقاش مقرمشه. ها انتم تشوفوا دابا هادو من البارح ملي درتهم باقيين عاد مقرمشين. الى عمرناهم من الغدا غادي يكونوا ولاو رطب يخرجوا مقرمشين. انا نكتفي غير بهادو. وهذا هما كانوا النجم عمرين الكريمه اللي درنا معكم. نتمنى اللي عجبوكم وسمحوا لنا على هذا الطبق اللي قدمناه لكم. نتمنى يعجبكم هذا كانولونيش معمرين بكريمه باستيريرا. وترقبونا ان شاء الله حتى الفيديو القادم.